بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدينا وحلقه جديده وبرنامج المرايه. النهارده هيكون حلقه جديده وعنوان جديد ان شاء الله، هيكون عنوان حلقتنا هندسه بناء الاسره. الحقيقه ان احنا بقينا حلقتين بنتكلم عن ازاي الشاب بيختار الزوجه الصالحه وازاي البنت تختار الزوج الصالح. بعد ما عرفنا الاسس دي كان لازم نكمل معاهم ونشوف ازاي يبتدوا يبنوا بيتهم سوا، وهتكون الطريقه ايه اللي هتخليهم يبنوا بيت سليم ومتين قدام اي عواصف ممكن تحصل. فان شاء الله هستنى مكالماتكم وهستنى استفساراتكم على الارقام اللي هتظهر على الشاشه وعلى الصفحه الخاصه بالقناه وعلى الصفحه الخاصه بالبرنامج. وبفكركم برضو بسؤال الحلقه، ان شاء الله يبقى فيه سؤال مسابقه في اخر الحلقه، وهستنى اجاباتكم مجمعه 30 سؤال 30 اجابه مجمعين وتبعتهم لي ان شاء الله في اخر الشهر الكريم، وهتكون الهدايا قيمة جدا، دورات تدريبية وكرنهات عضوية واستشارات نفسية مجانية مقدمة بالأكاديمية الدولية لتطوير الذات. وزي كل يوم منورانا الدكتورة جيهان حسين، استشاري نفسي وأسري ومؤسس ومدير عام الأكاديمية الدولية لتطوير الذات. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. أهلا أخبار بيك. حضرتك إيه؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. تعبينك معانا كل يوم. لا أبدا مفيش حاجة. طيب إحنا النهاردة عايزين نعرف زي ما حضرتك قلتي، هنمشي ان هو الزوج اختار الزوجه اسس على اساس سليم وهي اختارته على اساس سليم، عايزين نمشي معاهم ونشوف البناء البيت من الاول كويس، ازاي نتلافى المشاكل اللي ممكن تدخلهم في يعني غاصه في قلبهم كده تبتدي تعمل مشاكل من البدايه. لا قبل المشاكل، المشاكل بقى اللي هي قبل الزواج اصلا. احنا أيوة. لسه مش هنتكلم في الزواج دلوقتي. ايوه انا قصدي كده. تمام. أيوة. احنا دلوقتي اول حاجه احنا اتفقنا ان الزواج ده كانه اشبه ببناء بيت. تمام. والمفروض ان الراجل بيختار الارض اللي هيشتريها واللي تصلح للبناء. والمفروض ان هو على قدر يعني امكانياته النفسيه، هنا بنقول النفسيه مش الماديه بقى في الهندسه. النفسيه والكليه والنوايا وكل حاجه. ان هو عايز يبني اعلى بيت يعني. اكيد. فيرمي اساس على قد يعني. النهارده لما ببني بيت انا مثلا عايز اعمله 5 ادوار، انا هرمي اساس على اساس 5 ادوار. صح؟ صحيح. لو انا عايزاه 50 يبقى انا هرمي اساس ل50. صح ولا لا؟ ايوه. نفس الكلام بالنسبه لاستمرار الحياه. نفس الكلام، انا عايزه ارمي اساس العمار مش اساس ان انا اتجوز وهي قصه حب ولو انتهت خلاص يعني سهل نهد. لا احنا بنبني بيت كامل. نفس الكلام البنت، قلنا امبارح وقلنا ان هي بتختار الزوج الصالح اللي المفروض ان هي بتكمل معاه علشان ما تقعش في اي اضرار تخلي العلاقه بالنسبه لها سطحيه وتبقى كانها اتبنت على الرمال. المفروض ان احنا عرفنا الاسس دي. تمام. والمفروض ان احنا قلنا ان الراجل هو اللي بيبحث عن الزوجه وهو اللي بيدخل البيت من بابه. والمفروض ان الزوجه هي يعني في الاصل هي اللي بيجي لها الزوج او العريس وبيبتدي على ضوء ان هي فهمت نفسها وفهمت وحطت اهدافها وحطت اختياراتها، تبتدي تقول انا اوافق على الشخص ده ولا ما وافقش. طيب. يبقى كده احنا وقفنا لحد هنا. طيب هنفترض ان هي ابتدت جالها شخص وكان مناسب من وجهه نظرها. والمفروض خلاص ان هم اختاروا اختيار صحيح، لكن مع الاختيار الصحيح احيانا بتحصل مشكلات واحيانا ما بتستمرش الخطوبه رغم ان الاختيار من كله يعني كله كان فيه راحه وكل حاجه. تمام. في اسباب بقى كتير بتحصل. اثناء بقى ايه تعارف او زواج الاسرتين. هنا مش بقولش زواج فردين. اكيد اسرتين مع بعض. زواج اسرتين. صحيح. أيوة. وبيحصل يا اما تدخلات من ام العروسه يا اما من ام العريس يا اما الاب بيدقق في المهور وفي القايمه وفي الحاجات دي كلها يا اما الراجل بيدقق، وهنا بنبتدي نقول بتقف البنت واقفه تانية والولد في انه يكمل ولا لا. هو مش عارف في وسط الاحداث دي المشاكل دي ممكن توصل لايه يعني، بيبقى شايل هم كده او يقدر يستشف منها ان دي هتبقى ناس بتاعه مشاكل على طول بيخاف ولا هي مخاوف انا عندي وعندك لسه احنا الاثنين خايفين بنفهم بعض مثلا فطبيعي بنصطدم لان انا خايفه انت تكوني بتضحكي عليا او انا خايفه اكون بضحك عليكي او الكلام ده كله. واحنا ليه بنحط سوء النيه دايما بالذات في موضوع الزواج؟ يعني ده صح ان انا ابقى حاطه سوء نيه من الطرف الاخر عشان ابقى واخده حذري؟ والله بصي هو مش ده صح، واحنا تاني اتفقنا ان النيه بتفرق كتير وان الواحد لما بيبقى قلبه مع ربنا ربنا بيبارك له وبيبين له الناس كده بتبقى الفراسه الايمانيه وبتدي يعرف الناس دي ايه. لكن هي بصراحه في شويه حاجات صغيره لو كل واحد عرف الواجبات والالتزام اللي ليه واللي عليه الحقوق والواجبات الزوج والزوجه
متهيألي هتتحل كل المشاكل. قصدي حضرتك الاتفاقات الأولية اللي هي بيتفقوها الأهل، لا مين عليه إيه، مش بس الماديات، مش قصدي كده بس، لا يعني ده جزء منها الماديات يعني، هو عشان ده بيعمل مشاكل، ما احنا هنتكلم فيه، بس أقصد ده جزء برضو إنك تعرفي اللي ليكي واللي عليكي في الماديات، بس كمان انك تعرفي اللي ليكي واللي عليكي في حقوق الزوجيه، ان هو من حقه يطلب كذا ولا مش من حقه، من حقه يقول لك روحي عند اهلك ولا مش من حقه، من حقه يتحكم ولا ايه، دي اهم، هو كله مهم. لان الجانب المادي صراحه برضو مهم، مش عشان مش كسره فلوس او لا لا، من حيث طريقه التعامل، ايوه مرونه التعامل، الشياكه في التعامل، يعني ممكن يبقى فقير بس راقي، يعني معاملته نزيه شبه كده، عايزه تساعديه بقلبك، ونزيه، وتحسي ان هو يعني فعلا ابن ناس، يعني حاجه عاليه يعني، صحيح. وممكن يبقى يعني مركز عالي جدا وكل حاجه، ويبقى معاملته الماديه وحشه، لان انا شايفه صراحه ان الفلوس بتكشف النفوس. الصراحه دي يعني دي حقيقة. صحيح. بتكشف في المعاملات، بتباني انت بتدققي يعني رقي ولا ده حق ولا ده نظام بالظبط. طيب فنقول ان النقطه دي محورية جدا، بتخوف الراجل وبتخوف الست. الراجل بيبقى حتى لو غني بيبقى داخل متهيأ له ان داخلين على طمع، فبيتصرف بغباء شوية احيانا، مش كله طبعا، فبتبتدي يعمل عملية ايه، هو بيعتبر ان ده نصاحة او ذكاء، يعني هو بيتصرف بغباء، مش نصاحة، بس هي. هو بيعتبرها كده ان انا من الاول، لا هو مش هي لا كده ولا نصاحة ولا حاجة ولا نصح، مش هيتصرف بغباء. صح. هو لو نصح مش هيتصرف بغباء. هو كل الحكاية ان هو عنده احساس انه معاه فلوس كتير، ده النوع ده يعني، فحاطط في ذهنه دول هيوافقين عليه على طمع، وده بعتبره يدخل تحت يعني ضعف الثقه بالنفس. لانه لو واثق من نفسه مش هتبقى قيمته عنده فلوس، هو مش هيبقى هو بيساوي فلوس، هو هيساوي حاجات تانية كتير اهم، في حاجات اهم، فمش هيبقى الراجل لما هيكون واثق من نفسه ويحس ان هو ليه قدر وليه قيمه، وان هو سهل ان الناس تشتريه سواء معاه او معهوش، هتلاقيه لو معاه بيتصرف بنزاهه وبكرم، وما عندوش مشاكل يعني، حتى ما ياخدش باله لو انت داخله على طمع، حتى دي ممكن ما يبصش ليها، لانه حاسس ان هو يستاهل. لكن لما يكون عنده مخاوف، هو عارف ان هو يعني سوري، يعني لو شلنا منه الفلوس هو ليس شيء، بيبتدي هو عنده بقى الحته دي، لو ما عندوش ثقه في نفسه، ما عندوش بقى ثقه طبعا يعني. فطبعا الاساليب دي، الحاجات دي بتبقى صعبه جدا، وخصوصا يا جماعه، مش هنا بقى انا مش باجي على الراجل خالص، بس يا جماعه الراجل هو القوام، وبما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. يبقى ربنا لما قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله، يعني في افضليه للرجال بدون نقاش كده، افضليه ايه ما تقوليش، هي ربنا قال ليهم فضل في القران كده. أيوة. تمام. رقم اتنين، وبما انفقوا من اموالهم. اذا المال مخليك ليك فضل، انت مش هتتحكم فيا وهتقول لي ما تروحيش وما تجيش وتخنقني في كل شيء، واخدمك وراعيك وربي لك اولادك وكذا، وفي الاخر مش هبقى لك فضل بالمال، تبقى عايزها هي كمان تصرف عليك يعني. يعني المواضيع دي ليها بعد، يعني قصدي حضرتك كده ان اهم سبل الوقايه ان انا اعرف حقوقي وواجباتي سواء الماديه او او الحياتيه، ده هيكون وقايه طبعا. اولا لو الراجل عارف من البدايه، عشان بس النقطه دي يعني نبقى فاهمينها صح، وده شرع على فكره بقى، ما حدش يتخانق مع جيهان يعني. لا لا. هنا بقى جيهان مش ضد الرجاله يعني، ده شرع. هو الصح ان الراجل يجيب كل حاجه، الست ما تجيبش دبوس. بص، ازعلوا بقى، ازعلوا بقى. تمام. صح. لا صح. تمام. ما تجيبش دبوس. هو يدخل يخطبها بما يملك، وكمان هي ما تتأمرش، لا اوضه نوم بكذا ولا ما تشترطش ولا مش عارفه ذهب ايه ولا يعني، ولا تجيب ذهب حتى، مش عايز تجيب شبكه ما تجيبش. يعني اظن اهو احنا منصفين اهو. يبقى الزواج اصله ان هو ياسس البيت اللي يستطيع بامكانياته. جابوا في اوضه فوق سطح، جابوا فيلا، جابوا قصر، هي دي امكانياته. تمام. وهي حره ترتضي او ما ترتضيش، بس كده. ايوه. لو انا عرفت من الاصل ان المفروض اجيب كل حاجه، ويجي اهل العروسه يجيبوا اي حاجه، يبقى شكرا، يبقى كتر خيرهم، يبقى شكرا، يبقى مش نبتدي نقعد نقول لهم لا وهاتوا الاوضه اغلى وانتوا هتجيبوا اوضه بكام واحنا بكام، وهي برضو ما تقولوش عايزه اغلى وعايزه اكتر، ما هي برضو كل الضوابط ايوه هتفرق معانا. ايوه. والنهارده لو انا عارفه ان الزوج ده جايب كل حاجه، فانا مش هنطق، لان انا هعلم برضو بنتي، انت يا بنتي هنروح نشوف شقته، راضيه تعيشي في الجو ده، البيت ده، الاوضه اللي فوق السطوح دي انت عاجباكي، ولا الشقه دي كويسه، ولا الشارع ده راضيه تسكني فيه، ولا المنطقه دي، ايا كان. ايوه. هروح رضيت، رضيت ما رضيتش خلاص. تمام. الامر هيبقى سهل قوي،
سهل نسهل الدنيا على بعض. ايوه والله قصدي حضرتك كده، والله العظيم الدنيا على بعض. الناس اللي قعدت تتخانق على الشبكه وتتخانق على مش عارف ايه، هديه. طب هديه انا اروح اشتري هديتي ليه؟ يعني انا يعني انا دي في صف الرجاله اهو. لا معاهم انت معاهم. يعني هي هديه انا اروح اشتريها ليه؟ يعني هي المفروض بتقال ان الشبكه، لا هي ممكن تختارها بس في حدود امكانياتها. بصي يعني بقى هظبط لك بقى الدنيا في الحته دي. ايوه. اللي حصل طبعا مع تطور الحياه ومع الغلاء ابتدى يحصل عمليه اتفاق، ودي جائزه شرعا اللي هي حاجه اسمها ايه، العادات والتقاليد، وجائز شرعا ان احنا نمشي عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، انتم اعلم بامور دنياكم. يعني نظرا للغلاء ما بقاش الراجل قادر يكون بيت لوحده، مع خصوصا ان بقى عندنا الاجهزه مثلا المنزليه دي بقت حاجه غاليه جدا، غاليه جدا. ما بقتش زي يجيب يلا حته اوضه وينام فيها وخلاص. أيوة. فالموضوع بقى مختلف. تمام. طيب نظرا للقصه دي ابتدينا نقول خلاص الزوجه ممكن تساعد وكده كده، اللي هتساعده بقى عشان قصه الايمن اللي الناس بتتخانق عليها دي، هو المفروض يديني مهر ويجيب الشقه. تمام. العفش اللي في الشقه ما يتكتبش اصلا ليا، المفروض يديني مهر. هو اداني مهر، انا رضيت بمهر مثلا 1000 جنيه ب 100000 جنيه بمليون جنيه، المهر ده اخده ازقز بيه لب هي وحبيبتها، اعمل فيه اللي انا عايزاه. ده كده شرعا الحاجات الشرع. بتتكلمي بيه الشرع. تمام. ويجيب هو الشقه هي تعيش معاها فيه. تمام. معاها فيها. تمام. طيب الظروف اتغيرت والوضع اتغير، ما بقاش هو قادر يدفع مهر ويجيب شقه. يعني الاثنين بقوا كتير عليه. ايوه تمام. فاصبح لما يجيب عفش يحطه في الشقه نقول له طب خلاص اكتب العفش ده للزوجه، مع ان هي كده خسرانه، لو اخذت الفلوس احسن لها، لكن العفش بعد كده قيمته بتقل. لكن ابتدينا نقول لو هو كانت هي عايزه مهر مثلا 100000 جنيه. ابتدينا نقول ان ال 100000 دول جبنا بيهم ثلاث اوض ومطبخ واجهزه وكمان شبكه. ويروح تعالى بقى اكتبهم لها كانهم شيك عليك، ان دول المفروض اللي هي القايمه، لان احنا حطيناهم في بيتك، اللي هي القايمه، اللي هي القايمه. تمام. اللي هي اشبه بالشيك. فدي ادي قضيه القايمه، ان هي اصبحت هو بدل ما مش قادر يديني مهر ومش قادر ياسس بيت، فكانه اداهولي وخده مني. وعمل بيه شقه، خده مني ملى بيه ملى بيه البيت. تمام. فاصبح اللي جوه البيت بتاعي بديل المهر. بديل المهر. ايوه ادي ال يعني حقك مع القايمه. طبعا هي هي حق، بس في نقطه اللي انا عايزه بقى اقولها، لما بيجي بقى اتنين يتجوزوا في عادات وتقاليد تختلف من بلد لبلد ومن محافظه لمحافظه ومن عيله لعيله، ومين بيجيب ايه ومين بيجيب ايه بتختلف. ففي عادات وتقاليد. بما ان في عادات وتقاليد هنا، انا بقى عشان كده انا فاكره ما كنا بنقول بيئه، بيئه الزوجين. لو انا النهارده عاداتي وتقاليدي نكتب لي قايمه، واحد تاني معتبرها حاجه ما عندهمش حاجه زي كده، بيعتبرها عيب، فبيبتدي هنا يحصل بقى ايه، لا احنا ما عندناش كده، وتبقى مشكله وخناق ويحصل صدام. لا وممكن بقى اللي مش فاهم يعتبرها حركه نقص، ما يفهمهاش انها عاده او مخاوف او ضمان حق او كذا، ويبتدي يقول لك لا ده المفروض لو ولاد ناس دول ما كانوش يقولوا قايمه اصلا. ايوه. تبقى المفاهيم كلها ملخبطه. علشان كده مهم قوي الاثنين في البدايه يفهموا ان اللي قدامهم ده بيتكلم عن فهم ولا هو مدقق، يعني بيدقق في التفاصيل، يعني هو اللي بخلان وهو اللي عايز ينهب الحقوق، ولا الراجل خايف على بنته. خايف على بنته، دي اصول او يعني جزء من الشرع. هنا برضو بيبان بقى الراجل النزيه، الراجل بجد يعني. ده الزوج قصدي حضرتك، العريس. تمام. بيبان اولا استقلاله عن امه. ايوه. وان هو ما دام راجل منفق بيشتغل ليه مصدر دخل خاص بيه، بتلاقيه حتى لو امه قالت لهم كذا وكذا، انا شفتها المواقف دي كتير. ايوه. بينه وبين عروسه تقول لها ايه، وافقوا على كل اتفاقاتهم وانا هجيب كل حاجه كان انت اللي جبته. يعني والله شفتها كتير. يعني يعني ايه سيبه. فبيبان بقى ان هو ايه، اولا مستقل، مش بيسمع كلام اهله، وهو واحد بيشتغل والمال ماله. فبيبتدي يقول ايه، ما تدقوش انا هتصرف. يعني ريحوهم، ريحوا ابوهم، ريحوا. هو كده شاري برضه، هو كده كمان شاري ورضى ابوه وامه. أيوة. وبرهم، هو كده رضاهم ولا ضحك عليهم؟ لا رضاهم، لان هو صاحب المال، هو اللي بيقول متصرف، فمش حرام. مش حرام. انا يهمني برضه لا لا لا، ده بالعكس، ده هو اصلح بينهم. ايوه. يعني خلى هد الخناق، يعني هو بدم من فلوسه، يبقى هو كده مش غلطان في حق اهله. لا 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 خالص. تمام. ماشي. وبعد كده ممكن يجي بقى يجيب مثلا، لو هم قالوا انتوا اللي عليكم مثلا الثلاجه مثلا، فيروح يجيب لك الثلاجه وكان انت اللي جبتيها، بس تحركه كده كانها تصدي، يعني كانه تصدق بايه بقى، مش بفلوس، هو كان المفروض كده كده يجيب. دي بقى علامه تبين تصدق باخلاقه. ايوه. انا كنت لسه هسال حضرتك، هل دي علامه تبين لي ان ده اخلاقه عاليه؟ طبعا طبعا. وان ده ممكن لازم اكمل الجوازه دي؟ بقى خلاص عرفت انه مستقل، انه راجل بجد. دي علامه كبيره بصراحه. طب علامات ايه بقى لما اشوفها اعرف ان ما كملش الجوازه؟ يعني مثلا ما ينفع هنا بقى لسه الجزئيه دي، احنا بنقول ان انت عرفتي اللي ليكي واللي عليكي. تمام. فبما ان انا عرفت ان انا اصلا من حقي ان الراجل يجيب كل حاجه، فما ينفعش بقى ان هو يجي يدقق في الماديات.
يعني في الحاجات اللي هتجيبها قصد حضرتك؟ اي حاجه يعني ما ينفعش يكون يعني مش نزيه في التعامل المادي، لان انت المفروض عارف، لو انت كمان بحق ربنا كده عارف ان انت المفروض تشيل الشيله لوحدك والناس دي بتشيل معاك، يبقى لازم تكون اخلاق برضو، عندك ذوق بقى، يكون عندك ذوق وما تضغطش عليهم ماديا وما تعملش اي حاجه والكلام ده كله. وبقول للام والاب اوعوا تضغطوا على نفسكم وتستلفوا عشان تجيبوا جهاز اوفر والحاجات دي، ولا تجيبوا دستة ميلات اللي احنا بقى يعني الراجل هنتجوزه وكمان نقعد له سنه سنتين ما يشتريش حاجه. ده شرط على فكره انه يقعد سنه ما يشتريش حاجه. في ناس بتدقق الحاجات دي عموما يعني. لو الناس انا في رايي يعني، وكانوا اجدادنا زمان الصراحه، ودي من القصص بقى اللي سمعتها من اجدادنا يعني صراحه من اهلنا يعني. يعني انا فاكره القصه دي اتقالت لي، جدي يعني نهى جوازه وفاضل على الفرح اسبوع عشان الراجل عايز يتكلم في العفش، عشان ايه؟ جايباه زوجه، اتكلم في العفش اللي جايباه الزوجه. اللي جايباه الزوجه. بس ان هو يعني قال لهم ايه ده اللي جاي كده، ايه ده، دي مش هتنفع، يبقى انت ما تنفعش. والله وما هموش الموضوع، وكان الفرح قائم. ده قصه يعني اسمها. الحقيقه الرجاله دي انا احترمها يعني، جدي والناس اللي بتعمل كده ان هي فاهمه صح، ما ينفعش طالما اتكلم كده هو ظهر انه ناقص على طول، يبقى ده هيعمل ايه مع بنتي؟ هياكلها ازاي ويشربها ازاي؟ وانت كده بنقول برضو ان انت كده مع السيدات زياده؟ لا انا مع الحق يا جماعه. يعني بصوا يعني أنا بس ايه، ما حدش في كنترول يعلق زي امبارح. لا لا ويعلقوا، انا سعيده بتعليق على فكره. يعني امبارح لما علقوا انا كنت سعيده جدا، وبعد ما خرجنا مش كلمنا معاهم. ايوه لا انا سعيده جدا، لانه انا شخصيا يعني عندي جرأه لفتح النقاش في اي امر ما دام انا بتكلم في الحق. انا الشيء الوحيد اللي في حياتي ثابت ومحدش الشرع والقرآن. ابدا بترجعي لشرع الله، يبقى محدش اي شيء بعد كده يا استاذه بالنسبه لي متغير. وسهل ان احنا نبقى مرنين فيه. أنا معاك. ونغير فيه. صحيح. طيب انا مش هغير في شرع الله عشان حد يزعل، لا ستات ولا رجاله. طيب يبقى انا النهارده انا منصفه، انا بقول الواقع بيقول ان انت المفروض تجيب كل حاجه، والواقع بيقول ان هي ما تنطقش، هي يعجبها يا ما يعجبهاش، عجبها تعيش كده، عجبها مش عجبها ما ترضاش بالجواز. ولما علمك واحده بتجي لي وتقول ان هي كانت بنت ناس ورضيت بواحد فقير، اقول لها تستاهلي، انت المفروض تحترميه والراجل ده يبقى على راسك من فوق، لسبب بسيط، هي اختارت يكون اعلى منها، انت بالعافيه خليتيه اعلى. يعني انت ما تجيش سوري يعني، معلش يعني هي اختارت واحد فقير ولا اختارت واحد غني؟ اختارته فقير ورضيت بيه، وترجع تقول انت فقير تعايره فقير؟ لا طبعا. لا طبعا، انت ارتضيتي بكده، ارتضيتي واصبح اعلى منك. ازاي بقى اصبح اعلى منك؟ هو الزوج فضل الله بعضهم على بعض. بالزواج. تمام، بالزواج. ايوه، فانت اللي رفعتيه فوقك. فما ينفعش ان انت تتكلمي. تقول لك بقى غلطت ما غلطتش، طب اتطلقي بقى وشيلي، مر بقى الطلاق وانت حره، بس انت نازله عن حقك وكذا وكذا، ما دام مش هنعيب عليه خلق ولا دين، زي حديثه الخلق اللي المعروفه يعني. طيب يبقى انا هنا لو انا عارفه اللي ليا وعارفه اللي عليا هنتصرف برضو باخلاق. لكن ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان احنا طماعين. يا الراجل طمعان، يا اما متجوزها لمالها وحسبها ونسبها، فالراجل داخل على طمع. يا اما هي متجوزها الفلوس ومنظره ومركزه وشكله وبروش جميل جدا قدام اصحابها، هي مش عايزه اكتر من بروش، منظر هي عايزه كده بس. اي اي، طب لو هي كده بقى هتتصرف ازاي؟ واكيد هو هيفهم ده ان هي عايزه مظاهر وعايزه فرح في اخر، هي تبقى يعني. بقينا دلوقتي نشوف ناس يعني معذره يعني ماديتهم لا تسمح اصلا بمستوى الفرح اللي بتعمل، ومع ذلك بيعملوه، او ان شاء الله تدخل جمعيات وبتستلف ومديونه سنين قدام عشان ليله. ده يرضي الله؟ لا طبعا. بس طب نقف عند نقطه الفرح. طب نطلع فاصل، مستنيينكم، ما تروحوش اي حته. أنا تعبت يا رب خلاص ومش لاقي حل. مالك ماشي بتكلم نفسك ليه؟ تعبان جدا. من إيه طيب؟ من كل حاجة. هو في إيه يفرح في الدنيا؟ خناقات البيت وطلبات العيال ومشاكل الشغل، حتى الفلوس مش بتكفي. طيب إهدى بس وسيبها على الله. خلاص أنا تعبت، الواحد ينتحر ويخلص. ده الحل الوحيد. سيبني، أنا مش عاوز أتكلم مع حد. لا طيب استنى هقول لك على حاجة. أنت محتاج حد يسمعك. هو مين بيسمع حد اليومين دول؟ كل واحد مشغول في حاله. طيب اسمع بس، الموضوع سهل. انت سمعت عن دكتورة جيهان؟ مين دي يعني؟ دي يا سيدي استشاري أسري ونفسي. انت فاكرني مجنون؟ لا لا،
استنى بس، انت محتاج حد يسمعك ويفهمك ويساعدك تحل مشاكلك بمنتهى البساطة. يا سلام، ببساطة كده؟ ايوة، انت خسران ايه؟ وانا متأكد انك مش هتفكر في الانتحار تاني. اصل عمر الانتحار ما كان الحل. الأكاديمية الدولية لتطوير الذات، اختلافك سر تميزك. بيكم مره تانية، ولسه منورانا الدكتوره جيهان حسين. وقفنا عند نقطه الفرح. ده قصه تانية الفرح. ده قصه تانية، وساعات بيتخانقوا وهي الجوازه بتنتهي. انا فرحانه يعني بالجزء الاول من الحلقه ان حضرتك فهمتينا الصح. دي عشان ما حدش بعد كده يعرف يتكلم، وفهمتهولنا على اساس الشرع طبعا، اللي هو ما فيهوش نقاش. مفهوش يعني نقاش. كون ان البنت او اهل البنت بيتنازلوا او بيساعدوا كتر خيرهم. ده مش ده بقوا خجلانين، مش يعني بيبقوا مكسوفين، يعني مش قادرين عشان يعملوا يعني مش قادرين يجيبوا الطلبات العريس. بس كده حضرتك وضحت لهم الصح. تمام تمام. نقطه الفرح بقى، بتحصل مشكله تانية بعد ساعه الفرح طبعا. يعني بخلاف ان انا ضد الافراح اللي فيها محرمات عموما، يعني انا مش هتكلم في النقطه دي لان دي نقطه هتبقى يعني عايزه حلقات تانيه. لا، ما مش عايزه حلقات تانيه. انا زي ما قلت، انا هنا مش دوري اللي اتكلم في الدين. تمام. ولكن انا بتكلم انه عشان ربنا يبارك لازم نبداها بالحلال. فلما العروسه تبقى محجبه وتقلع حجابها يوم الفرح، يعني انت اتحجبتي عن الرجاله كلها وجايه في ليله، لميتي العيله وعيله العيله والجيران والاصحاب واهل العريس واهل العروسه، جبت الرجاله كلها وقلت لهم انا هتشوفوني النهارده في اجمل زينه. طب كان الزم حجابك 10 سنين ولا 20 سنه قبل كده. ضيعتي كله، ده انت متزينه وانت عروسه، يعني ليله يعني احلى يوم هتبقي في قمه جمالك. وجبت الرجاله كلها اللي عزمهم في الفرح، وطبعا بترقص في الفرح يعني طبعا ده قصه كبيره. طبعا في جو يعني الناس اللي بتبقى ملتزمه ما بيحصلش اولا ما بيحصلش المغالاه في الارقام، الاسعار الافراح العاليه دي بتبقى الدنيا محدوده شويه. رغم ان بيعملوا فرقه اسلاميه وكل حاجه، بس بيبقى الدنيا منظمه شويه. فاحنا بنقول يا جماعه المغالاه في كل شيء والاسراف في كل شيء حرام، بغض فضلا عن ان الفعل نفسه حرام. يعني دي مشكله ثانيه. ففكره بقى انه مين عليه الخطوبه على العروسه ومش عارف ايه على العريس، القصه اللي بتعمل مشاكل دي برضو دي عادات وتقاليد. أيوة. لا اقدر احرمها ولا اقدر احللها. وانت وعادتك وتقاليدك اقعد اتفق. المهم ان احنا ما نختلفش. طب احنا معانا مكالمه. اتفضل. اهلا وسهلا الاستاذه ألفت. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا بحضرتك. انا بس معجبه بالحلقه دي، وانا صديقتي البنداني على فكره وبتصل بيك. انا لسه كنت هقول انا الاسم ده كل مره. اهلا وسهلا بحضرتك، لاحظت الاسم ده. اهلا بيكي يا استاذ. اهلا بيك يا دكتوره جيهان. اهلا بيك. بالنسبه للقايمه دكتوره جيهان، أيوة. انا واحده من الناس يعني انا مش بعترف بيها بصراحه، بس هي حق البنت. تمام. هي القايمه اللي هتخلي بنتي تعيش في سعاده. جميل. او جزء تعبها اقول مع السلامه، انت في حالك واخد بنتي صور على العرش والكلام ده. صح. انا بس بشوف اصحاب بيتخانقوا يحطوا الذهب في القايمه. ما احنا اتفقنا بقى القايمه بقيمه مخادته، وتيجي يحصل خلاف الاقي السعر عليه ويتخانقوا، يحطوا الصيني حصل فيه اتلاف او كسر، يعني هل ده صح مثلا؟ هبلغ حضرتك، هقول لحضرتك. شكرا قوي قوي، وبشكركم قدام ايناس. اهلا بيك دكتوره جيهان بصراحه، يعني اهلا بيك. شكرا لحضرتك، الف شكر لحضرتك. اتفضل. كويس ان الاستاذه ألفت يعني طرحت الجزئيه دي. احنا تاني هنعيد يا جماعه. انا هفترض ان انا قلت انا مهري 100,000 جنيه. ايوه. ال 100,000 جنيه دول هو جاب بيهم منهم مثلا ذهب ب 20,000، وبال 80,000 جاب اوضتين ولا ثلاثه ولا اي حاجه. تمام. فيما يزيد عن ذلك ما يكتبش، ده المفروض. يعني ده لو هو احنا بنتكلم في الانصاف، يعني لو هو اشترى حاجات ب 150,000 جنيه فهو يكتب بال 100,000.
يبقى هو لا ظالم ولا مظلوم، هو رضي ان هو. بس برضو معظم الحاجات دي بتبقى تقديريه يعني ولا ايه؟ دي نقطه. والنقطه الثانيه ان ممكن يتقال له، ممكن يتقال حاجات كتير. احنا اسفين، انت لو اديت بنتنا ال 100,000 هي افيد لها، هنحطهم في البنك هينفعوها هيبقوا. لكن العفش زي ما قلت لك هنجيب ب 100,000 زي ما قالت الصين هيتكسر. ايوه مش عارف ايه. نقطه الذهب لو كان يعتبر من ضمن مهرها ما تزعلوش مني، لو اتكتب ما فيهوش مانع ابدا لانه حقها. بس اوقات بيبقى فيه مغالاه فيه، ما فيش يعني مانيش دعوه بالمغالاه، هو ارتضى. هنا هنا يا جماعه بقى نقف عند فكره انه المؤمنون عنده شروطهم. يعني انا جيت قلت لك انا عايزه الذهب بمليون جنيه، هو رضي عايزه خاتم الماظ، هو خلاص انا هكتبه ده من ضمن مهري. طيب فكره انه يقول لك اصل هو هيرجع يديها الذهب، هو اصلا مش المفروض يبيعها الذهب، ولو بيعها هو المفروض يرد لها الذهب لان ده مالها. طب انا هقول لك بقى بلسان حال المشاهد، معلش اتفضلي اتفضلي. موضوع القايمة ده بيبقى في الآخر، بيبقى يكون العفش اتحط والدنيا خلصت، فبتيجي يفاجئوا العريس بيه، لا امضي لي على القايمة دلوقتي بكذا ودخلي. لا ما احنا بقى هنا الأخلاق، ما أنا بقول لك في ناس بتهد الجوازة على الموقف ده. غير كده المفروض إن الكلام ده يبقى في بداية الاتفاق. كل حاجة. بصي بقى، بصي هقول أنا رأيي. أنا رأيي يعني. إنه في البداية لما كل الأمور بتتضح قبل ما الاثنين حتى يتعلقوا ببعض، يعني يا تكمل يا ما تكملش، لكن بعد ما يتعلقوا ببعض بيبقى في واحد اتنازل وواحد مخنوق، وممكن بعد اول شهر العسل بيتخانقوا في اليوم الفرح، وان احنا كنا اصلا متفقين على كذا، وامك رجعت عملت كذا، وابوك رجع في كلامه، وبتبقى يعني حتى شهر العسل بينغص. فاحنا لو متفقين من البدايه والناس محترمه في الجبهتين هتلاقي الموضوع سلس، يعني سهل جدا، مش بمنتهى السهوله. خلاص احنا متفقين. فانا بنرجع تاني على جزئيه الذهب تحديدا، عشان استاذه قالت ليه كتب الذهب، والحته اللي قالتها الجميله بتاعت انا مش مقتنع بان انا اكتب قايمه. بس هو حقها، لكن هي قالت ايه، انا بنتي لو مش لو تعبانه. وفعلا هي صحيح. لو تعبانه بتتنازل وتبري عن كل شيء علشان تتطلق من غير ما تاخد حاجه. والراجل لو بايع بيحط فوقها فلوس، بيسيب كل حاجه ويمشي وبيقول لها مع السلامه. معلش هو كان معانا مكالمه، بس مكلمة. هو مكالمه. ايوه استاذ صلاح. عليكم السلام. اهلا وسهلا حضرتك. انا عندي استشاره والله ممكن اتكلم معاكم فيها. اتفضل حضرتك. حضرتك انا متجوز بقالي 5 سنين، وفي قايمه انا كتبتها ب 50,000 جنيه، واخد بال حضرتك، ومع العلم ان انا يعني هي ما جابتش حاجه خالص. وطبعا هي في خلافات، وهي زعلانه ورفع عليا قضيه طلاق وشكياني بالقايمه وجايبه عليا حكم، واخد بال حضرتك. فانا عايز اعرف ايه يعني الموقف الشرعي في الموضوع ده، احل ازاي؟ تمام. حضرتك عايز تسالي عن حاجه تاني؟ لا طيب. انا بس انا حاسس ان انا مظلوم قانونا ان انا واخد حكم وهي ما جابتش حاجه خالص، وانا متجوزها ما فيش حاجه خالص يعني، واخد بال حضرتك. بالنسبه مكتوب عليها شبكه ذهب ب 10,000. ما هو مش مكتوب عليها، هو حضرتك كل حاجه مكتوبه ب 50,000 جنيه. طب اسمع الدكتور يا استاذ صلاح، حضرتك كنت مرتضي انك تكتب المبلغ ده ومحدش غصبك عليه صح؟ تمام كويس. وحضرتك ما دفعت لهاش مهر، ما فيش حاجه اتجوزتها من غير حاجه، يعني انت ما دفعت لهاش مهر وكتبت قايمه صح؟ تمام. يعني اذا ده كان مهرها صح؟ ايوه مظبوط. طيب اذا ده كان مهرها وده هو حقها، يعني ده كده الامر ده احنا واقفين عليه. فكره بقى ان هي بتتطلق، هي بتتطلق ليه؟ يعني هل هي ثابتك ظلم، او في لا قدر الله في نشوز، او في حاجه منها هي، ولا انت اللي سبت؟ شويه مشاكل، هي شويه مشاكل يا حضرتك. انا بناء انها ما كانتش اول جوازه ليا، هي كانت مطلقه وانا كنت مطلق. طيب بس بغض النظر انا بكلم ان اسباب الطلاق، هل حضرتك دلوقتي اللي بتطلقها ولا هي اللي بتطلق؟ وهل هي بتطلق هي بتطلق من ضرر ولا من غير ضرر؟ لا من غير ضرر، يعني شويه مشاكل مع العلم. طيب الامر ده يعني لا، الامر ده يعني هيرجع لنقطه ان اصبح القايمه اصبحت بمثابه شيك. يعني هي القايمه اصبحت بمثابه شيك، والواقع بيقول ان هي كان من حقها، انت تمتعت بيها سنه ولا اتنين، كام سنه قلت حضرتك؟ 5 سنين. 5 سنين تمتعت بيها، وهي اصلا المفروض يكون لها نفقه متعه كمان، يعني ده في الشرع يعني. انا مش حافظه الايه بتاعت ومتعهن على انا حضرتك عملت المستحيل عشان انها تيجي، ومديها 130,000 جنيه، يعني انا مكتب لها ملك هنا ومديها طيب خلاص. طب حضرتك مش عاوزه تيجي. طب حضرتك اسمع برضو الاجابه بالتلفزيون. ميرسي لحضرتك جدا، شكرا لاتصالك. بصي يا سمو، ده حقها، هي حقها، لانه لان احنا تاني هنتكلم يا جماعه. هو حضرتك بيقول جايب بنت منها كمان، يعني بيقول في كنترول انه كمان، يعني هو في بنت كمان، مخلف بنت. يعني كله راح لبنته. بعدين في نقطه تانية كمان يا جماعه، لو قعدنا نفكر كده سنه ونرجع للاصل بتاع المهر،
مش احنا قلنا ان اصل المهر انه يديني المهر بتاعي في ايدي؟ ايوه ان شاء الله ازاز يعني، هي المفروض تبقى واخداه من الاول، قصدي حضرتك تقولي كده. اه صح صح. وده على فكره يعني سوري يعني لو طلقها تاني يوم الزواج ما ياخدوش حقها طبعا. هو مش هي هو تزوجها وارتضى انها تدفع المهر اللي هي طلبته وده مهرها، كونه بقى تاني يوم حب يطلقها بعد تاني يوم مش خمس سنين تمتع بيها وكذا. ويعني انا شايفه انها حقها صراحه، بس طبعا تفصيل برده ما احبش اكون يعني احكم لان التفاصيل ساعات بيبقى فيها تفاصيل تانية. أيوة. يعني في حاجات كتير لكن انت بترجعيها للشرع ان ده حقها وكان المفروض تبقى واخداه من الاول بصرف النظر عن اللي هيحصل ده الاصل بعد كده. يعني ده الاصل ده الاصل. تمام. طيب بالنسبه بقى لتدخل الاهل، المفروض ان يعني من المرحله الاولى من الزواج كده ابقى مستشفه الوضع هيبقى ايه بعد كده؟ بصي هو دايما الاهل ليهم جانب خبره وليهم نظره بتبقى شبه صحيحه. وطبيعي الاب والام بيبقوا خايفين على بنتهم اكتر من ابنهم. ولو ان في برضو بتبقى ام خايفه على ابنها قوي وبتتدخل بشكل كبير. ايا كان المخاوف دي كلها لازم يكون الام اللي بتتصرف يعني في المواضيع دي تكون ام حكيمه اساسا. يعني بتشوف الامور بمحايده، يعني مش ان دي بنتي وعايزه لها زي ما قلت لك قبل كده، لو هي عندها بنت وولد فهتبقى عايزه الولد عايزه له حقه والبنت عايزه لها حقها ومتوز بقى في الاثنين. يعني المنصف غير يكون رحمه ببعض، الرحمه ومنصفه يعني ما تجيش عايزه تجذر الراجل مثلا، ما تقعدش تقول لها اعملي كذا واعملي كذا. دي نقطه. نقطه ثانيه كمان عايزه اقول مهمه جدا جدا ونصيحه لكل البنات، بعد ما بتتزوجي بعد الزواج قبل الزواج قولي كل حاجه لامك علشان ده يوعوكي، يمكن هو بيضحك عليكي ما انتش فاهمه لسه حاجات صغيره عايزه تتعلمي كل ده. بس بعد الزواج بتكسري ما تتكلميش تاني خلاص. سر. حضرتك بتنصحي البنات انهم يدخلوا الاهل في الاول في مرحله الاولانيه عشان بس توعيها امها. يعني بنتي تيجي تقول لي حصل وهو لسه خاطب او دخل عمل الكلمه بايخه بتاع بحيث يلحقوا يتصرفوا او يشوفوا الوضع او يعرفوا بقى ان يعني ده حصل مع ناس قبل كده. يعني ابتدى يقول كلمه قبل ايام الخطوبه يعني اتعصب كده في كلمه للعروسه وقال ايه شكلها تتطلق قبل ما تتجوز. لا الموضوع ده كان لازم يقف تماما وما يكملش طبعا. بس اقصد لو ما هي ما قالتهاش على انه كانه جوزها يعني وبتخبي، لا ما ينفعش. لكن لو بعد الزواج بقى حصلت مشاكل ما انصحش ان هي تروح للام اصلا، لانه الام هتزعل على بنتها ومش هتقبل ان قال لها، الموضوع هتكبر وقصص كتير. لكن ممكن يا اما تحل الامر بينها وبين زوجها اذا كانوا شخصيات مرنه ومتفاهمه ومتحدثه ونقدر نقعد مع بعض كده نقول انت قلتي وانت عملتي وازاي تعملي والكلام ده كله، نقعد نحط النقط على الحروف. يا اما احنا مش ناس كده ندور على حد نثق فيه ونتفق احنا الاثنين عليه وليحكم بيه يكون حكم، يحكم بقى هو وخلي بالك ان ربنا سبحانه قال حكم من اهلها وحكم من اهلي. أيوة. يعني فاحنا نجيب حكم، بس افرضي ان انا الحكم اللي من اهلي ظالم فهنشوف حكم منصف. ممكن يبقى غريب خالص مش ممكن مش استشاري من عيلتي. احنا بيجوا لنا ناس استشاريين تحكموا بينهم بعد بين الاثنين بترجعوا للشرع طبعا، بترجعوا الكلام للشرع. بس المشكله ان هم يقبلوا الشرع ولا لا. انا ممكن يجي لي اثنين مش عايزين الشرع اصلا. هو ممكن حد ما يقبلش الشرع طبعا. طبعا قوي. هو يعني الدنيا كلها دي مقلوبه ليه؟ امال يعني ايه تقى لما انا ما اقبلش الشرع؟ التقوى؟ يعني ايه كلمه تقوى؟ ازاي ما اقبلش الشرع؟ هم تلت يعني جمل ده تقوى الله. يعني هم ثلاث جمل قالهم الامام ابن القيم. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. بس تخيلي هو بس صعب. يعني هو سهل قوي. سهل ممتنع. الخوف من الجليل دي معناها ان حضرتك في كل ثانيه متاكده انك شايفك دلوقتي حالا. أيوة. وانت بتقولي الكلمه الحرام وانت بتعملي الفعل الحرام. الخوف من الله. خوف من الجليل يعني. أيوة. ده جل جلاله يعني. أيوة. انا المفروض ان انا اخاف. ايوه. والعمل بالتنزيل، انا معايا كتاب بيقول لي افعل ولا تفعل. ايوه صح. ايوه. والاستعداد ليوم الرحيل، لو انا حاطه عارفه كان في لقمان بيقول كلمه يعني ولا تزال ذاكرا اثنين، كان بينصح ابنه اثنين تفضل حاجتين ما تنساهمش ابدا، خالقك والموت. انا لو قدامي دايما ربنا وقدامي الموت بالله عليك هتعملي حاجه غلط؟ هتصرف همشي في اي لحظه هنزل القبر وهقابل ربنا. تمام. ناخد مكالمه. ايوه اهلا وسهلا محمد. اهلا وسهلا استاذ محمد. الو فصل معلش. طب حاول الاتصال بينا مره ثانيه. شكرا لحضرتك. يعني تخيلي انت بقى لو الواحد طول وقته فاكر ربنا وفاكر الموت. في برضو كلمة مشهورة قوي يعني الشاب بيقول لك
بنت امها والبنت تقول لك ابن امه يعني ده مشهور، ده حلها ايدي، ده صعب جدا الصراحه. الحقيقه صعب، يعني اللي هو بيبقى ماشي تابع لامه بيبقى أسوأ شيء في الدنيا، بيبقى لعده اسباب. وبنت امها هي مش معنى كده ان هي او انا اقصد بصفه عامه، انا مش قصدي هو، يعني قصدي اللي تابع لامه سواء كان ست او بنت او ولد. ايوه. طب مال طاعه، يعني هي المشكله البنت اللي بتعمل كده او الولد بيبقى متهيأله ان دي الطاعه، هي دي يعني هو ده بر الام. ايوه. يعني هو فاكر انه من البر انه يسمع كلام ماما كل حاجه، واللي هو خايف من ربنا تسمع كلام، هو متصور انه خايف من ربنا فان كل حاجه لازم اقولها لماما. لا، في خصوصيه ما ينفعش تقال لماما. لا، بعد الزواج حضرتك قلتي الخصوصيه دي بعد الزواج ولا قبل الزواج؟ ما هو برده حسب نضج الراجل، يعني الراجل غير الست. احنا قلنا البنات بتبقى لسه مش فاهمه، لكن لو يعني هي مثلا مطلقه وده زواج تاني بتبقى الوضع مختلف، تبقى انضج. الراجل ممكن يبقى راجل لانه مثلا ممكن يكون متجوز 30 سنه مش حاجه و20، فده راجع على شخصيته. بس ايا كان برضو تربيه الراجل بيبقى تلاقيه مستقل المفروض من الصغر، والام مربيه بالاستقلال، فلو هو تابع بقى وعمال بيسال في كل حاجه برضو هيبقى الموضوع فيه ريب شويه. بعدين انا مش هتجوز معلش الام، انا هتزوجه هو، وهو برضو مش هيتجوز امها. يعني في بنت برضو بتبقى كل شويه بتسال ماما وتقول له ماما قالت نعمل كذا وماما قالت نعمل كذا، فبيبقى في راجل كمان بيحب الخصوصيه جدا. هي بتبقى حاجه مستفزه بصراحه، وممكن يبقى متنرفز من حاجه تافهه هي يعني تبدو تافهه، لكن هي بالنسبه له ما بيحبش حد يقول كلنا فول ولا كلنا كباب، ما بيحبش حد يتدخل في حياته. لا مش قصدي يعني حتى لو هو بياكل اكله بسيطه مش هو ما بيقولهاش عشان هي بسيطه، هو ما بيحبش كده، ما بيحبش اصلا. فلما هي بتاخد الموضوع عادي زي ما قلنا ان هي كانت متربيه في بيت ماما، فمجرد ما مشيت من شقتها لمامتها لشقتها هي لسه برضو مع ماما، يعني هي لسه حاسه انها، فممكن تصحى من النوم تكلم ماما احنا اكلنا كذا او هناكل كذا او خدني وداني في الحته الفلانيه. في راجل يرفض ده، عشان كده كنت بقول احنا بقى هنا النهارده بنتكلم في فكره ان هيبنوا البيت مع بعض. من بدايه لو النقط اتحطت على الحروف، يعني هو لو قال انا ما بحبش كذا، ما فيش حاجه، امك مش هتعرف حاجه ولا اهلك هيعرفوا حاجه، عايزه تزوريهم هيحصل كذا. مثلا بيختلفوا كتير جدا عن ان يوم الاجازه عند مامته ولا مامتي، وهو يقول لا انا امي انا، وهي تقول لا ازاي امها، يعني قصص كده. فاحنا لو حطينا النقاط دي قصدك يتفقوا على الحاجات دي حتى لو صغيره من الاول، لا بالادب وبالاحترام. مش صغيره دي، بتخلق مشاكل. حاجه تانية، مصروف البيت، يعني يتفقوا على يوم الاجازه هنروح فين من دلوقتي، ان الخطوبه لو هي عند الام، يعني هو افرضي انا عارفه ان امي هي ثابت عندها ان بيت العيله بيتجمع يوم الجمعه مثلا يعني فانا عارفه ان لما الاخت الصغيره هتيجي تتجوز لازم يتقال للعريس كده عشان ما يجيش يقول امه، والا ماما دي هتقلب الدنيا في عرق تركي، هنعمل ايه؟ في ناس كده عندها يعني اطار، فلو انا عندي الحدود دي بالطريقه دي لازم اتكلم فيها لو هي مهمه. لو انا مرنه بقى ومش هدقق فيها خلاص، يعني مش هتكلم فيها، ملهاش لازمه. طيب دي حاجه. برضو الحاجه الثانيه انا كنت هقولها دلوقتي اللي بدأتها بس تاهت مني، انا قطعتك في الكلام. يعني كنت بقولها اللي هي الاتفاق على كل صغيرة، مصروف البيت. افتكرت مصروف البيت من الاساسيات المهمه جدا ان الراجل والست يتكلموا فيها من اول الخطبه. اولا هيديها مش كام؟ مش هيعتبرها تدخل من الاول اللي بتتكلم في مصروف البيت من دلوقتي؟ ما برضو يعني مش كل واحد برضو مخه يا دكتور. اولا مش تدخل، الراجل ابو البنت المفروض من البدايه هو كده كده بيشوف امكانيات الماديه، فبيبقى عارف ان هو ماديا كذا، بيقول له انت مرتبك كام مثلا او كذا في تليفون. لا بس ممكن ناخد موضوع المصروف ده لانه هيطول، ناخده بعد الفاصل. طيب طب نطلع فاصل ونكمل موضوع المصروف بعد الفاصل. اتفضل حضرتك. أنا تعبت يا رب خلاص ومش لاقي حل. مالك ماشي بتكلم نفسك ليه؟ تعبان جدا. من إيه طيب؟ من كل حاجة. هو في إيه يفرح في الدنيا؟ خناقات البيت وطلبات العيال ومشاكل الشغل، حتى الفلوس مش بتكفي. طيب إهدى بس وسيبها على الله. خلاص أنا تعبت، الواحد ينتحر ويخلص. ده الحل الوحيد. سيبني، أنا مش عاوز أتكلم مع حد. لا طيب استنى هقول لك على حاجة. أنت محتاج حد يسمعك. هو مين بيسمع حد اليومين دول؟ كل واحد مشغول في حاله. طيب اسمع بس، الموضوع سهل. انت سمعت عن دكتورة جيهان؟ مين دي يعني؟ دي يا سيدي استشاري أسري ونفسي. انت فاكرني مجنون؟ لا لا استنى بس، انت محتاج حد يسمعك ويفهمك ويساعدك تحل مشاكلك بمنتهى البساطة.
يا سلام، ببساطة كده؟ أيوة، أنت خسران إيه؟ وأنا متأكد إنك مش هتفكر في الانتحار تاني. أصل عمر الانتحار ما كان الحل. الأكاديمية الدولية لتطوير الذات، اختلافك سر تميزك. بيكم مرة تانية. وقفنا عند سؤال المصروف، وده اللي بيحير كل الناس. المصروف بيخلق مشاكل، بيعمل مشاكل. طيب، فاحنا بنقول ان من البداية ان وليها او والدها بيبقى عارف دخل الزوج. فطبيعي بيبقى عارف هيصرف كام في الشهر علشان يشوف مناسب لبنته ولا لا. يعني افرض هي عايشة في بيت اهلها بينفقوا مصروفهم يعني الشهري 10,000 مثلا يعني، وجه هو قال هدفع 2000 جنيه مثلا يعني، هل هي هتقدر تعيش بال 2000 ولا لا؟ ما لازم يبقى الفرق شاسع يعني. أيوة، فلازم نشوف الدنيا دي هتمشي ازاي. طيب، فبنبتدي نعمل بيبقى في ضوابط برضو لكل اسره واتفاقاتها واحتياجاتها واحتياجات الاخرين. بمعنى انه من البدايه حاجه من الاثنين، يا اما الراجل، في راجل بيبقى متسلط في انه لازم هو يجيب كل حاجه بايده في البيت وما يديش الست ولا جنيه. وفي راجل تاني اصلا مش عايز يشيل المسؤوليه، ما هيصدق يرميها وخد الفلوس وخلاص. كل واحد طيب شخصية. في المقابل في بنت قادره على تنظيم البيت وتنظيم الجانب المادي، وتعرف تقسم مصروف البيت حتى لو كان ايه، تعرف تنظمه كويس. وفي واحده تانية ما بتعرفش يعني، لو اداها تخلصهم في اول اسبوع دي تقول متعودة. المصروف خلص. فهنا الموضوع محتاجه عده يعني اتفاقات بينهم. هي بتبتدي هنا لازم تسال مامتها قبل الزواج، لو هو لا انا هديك 2000 جنيه زي ما بقول لك كده، بيبتدي تسال مامتها طب انا اعمل ايه يعني، هقسمهم ازاي، هجيب ايه. فالام بتنصحها تقول لها نظمي كذا عشان يكفوك 30 يوم يعني وهكذا. لازم النقاط دي تتحدد من البدايه، تتحدد كمان فكره مساله ان ليها مصروف شخصي ولا لا. هو الحقيقه يعني من غير زعل الرجاله، انا انصح ان كل راجل يدي زوجته مصروف شخصي حتى لو كان مش مقتدر. حتى لو كان مش مقتدر دي على قده. على قد يعني يمكن اقل شيء. طب ليش؟ هقول لك ليه. كأبو عروس اقعد اقول لزوج بنتي او خطيب بنتي تديها مصروف شهري؟ يعني مش شرط ممكن. لا، ما انا هقول لك، ما في مجال الاحراج، وفي راجل بيبقى اخلاق انا اتحرج اصلا الاقيه نزيه، فانا مش هتكلم، مش هقعد اقول له كده. فهي ممكن اللي تطلب منه ودي بشكل ودي، وهو مش هيقول لا منام هو راجل نزيه. تمام. لكن انا ليه بنصح بالموضوع ده الحقيقه يعني؟ لانه عاده المراه المفروض مال زوجها امانه، يعني المفروض ما تصرفش منه جنيه بغير اذنه، الا في حاله واحده لو هو اذن لها، اصرفي زي ما انت عايزه، خلاص امسكي في الكلمه دي واصرفي زي ما انت عايزه بما يرضي الله يعني. لكن بتقف عند نقطه انها عايزه مثلا لما تروح لاهلها تدخل على اهلها بحاجه، عايزه اجيب حاجه لنفسها. وخصوصا في بدايه الزواج المراه بتبقى محرجه، لا لنفسها هي منه يعني، برضو مش هتقدر الا باذنه يعني. انا مثلا لا عايزه اجيب، لا لنفسها هتقول له انا عايزه يعني، هو المفروض يكسيها ويعالجها وكل حاجه. فهي لو محتاجه حاجه هتقول له انا عايزه كذا كذا. لا انا بتكلم على الجزء اللي خارج البيت يعني. خارج نفسها. هو عايزه تهدي حد او عايزه تجيب حاجه. عايزه تجيب حاجه لامها ولاهلها وما تبقاش محرجه يعني. هي مكسوفه في البدايه، خصوصا في البدايه بتبقى الزوجه محرجه جدا انها تطلب هدايا لاهلها، خصوصا اهلها يعني اكتر من اصحابها. اصحابها ممكن تقول انا عايزه اجيب هدايا لواحده صاحبتي في مناسبه مثلا. لكن لاخواتها تتحرج جدا، لو اختها بتتجوز وصاحبتها بتتجوز تطلب لصاحبتها وما تطلبش لاختها. في ناس بتحرج. فمنعا لذلك، ودي من يعني من نزاهه للرجل انه يديها مصروف وهي حره فيه بقى. يا اما يقول لها ان مصروف البيت اللي انا هديهولك ده اعملي فيه اللي انت عايزاه، عرفتي تجنبي منه جزء تحوشيه للمناسبات، اعملي اللي انت عايزاه. فالراجل لما بينزيه سايب لها الحريه، خلاص ممكن ما يعني موضوع المصروف ده ما يفكرش فيه. لكن لو هو بيدقق بقى وعايز يشوف الدنيا عامله ازاي، انا انصح ان هي تطلب او تقول له او هو يديها من نفسه ايا كان يعني، يتفق عليه يكون لها مصروف شخصي قد ايه، على قدر ظروفهم وقدر امكانياتهم، ويكون بسيط ان شاء الله. يبقى تحوشه تشيله وتطلعه في المناسبات، يبقى هي عملت كده حته. ايه عايزه اقولها ليه بقى الجزئيه دي مهمه قوي؟ يعني والله يا جماعه نصيحه، وانا بكلمكم من قلبي يعني، ان دي صدقوني هتحل لكم مشاكل كتير. ليه؟ المراه لما بتنتقل لبيت زوجها
هي طبيعي متعوده تطلب من ابوها، وفي بنت على فكره بتبقى حساسه حتى ما بتطلبش من ابوها حاجه. دي حقيقه. طيب فهي راحت لراجل، المراه دايما شاعره ان ابوها ده هو ده اللي اطيعه وكذا، لكن الزوج لسه ده مين ده اللي كان امبارح غريب والنهارده بقى جوزي يعني. فازاي هاجي اقول له فجاه انا عايزه فلوس اشتري نفسي في حاجه حلوه ان شاء الله اجيب الشوكولاته، هتبقى مش عايزه حتى تطلب ده يعني، حتى لو نفسها في بنات كده حاجه بسيطه. ومش بس بدا كله يعني في اول الزواج بيبقى كله محرج. هو يعني ده راجل غريب، انا متعوده اطلب من بابا وانت جاي هات كذا، وبمنتهى الاريحيه. ولكن مع الزوج ده كان امبارح غريب النهارده بقى زوج، فبيبقى في مجال احراج. هو بقى دخل بحاجه، دخل طلع ما دخلش، طلع بخيل ايه وحظها بقى زي بيقولوا. فانا انت لما بتعمل حركه انك تديها مصروف انت بتزيل عندها الحته دي الاحراج ده. خلاص. فهي عايزه تقفل لهم كل بيبان المشاكل او الحاجات اللي ممكن تضايقهم. وفي حدودك يعني، انا بقول لك لو انت دخلت حاجات بسيطه لكن بتعمل بتحل بسيطة مشاكل كبيره. بقول لك لو انت ظروفك صعبه خالص اديها 100 جنيه في الشهر مصروف، ما بقولكش 1000 بس، يبقى حاجه خاصه بيها، بس حاجه بتاعتها ما تحسبهاش عليها او ربنا ما يحسبهاش عليها ان ده من مالك. يعني هي ربنا هيسالها عن مالك. ايوه. طب اخر سؤال بقى عشان نقول السؤال المسابقه، لو هي بتشتغل يديها برضو مصروف؟ دي قصه تانية. هي تاني هنقول ان الموضوع ده طبعا اتقال فيه كلام كتير. المال ده ذمه ماليه للمراه، لا يجب ان الراجل ياخد منه حاجه. هي ان انفقت يبقى هي متصدقه عليك، ان انت انفقت عليها انت لست متصدقة. يعني يعتبر فلوسها لو حطها في البيت دي صدقه؟ صدقه طبعا فعلا، وممكن تحسبها من صدقتها طبعا ومن زكاه مالها. لا والله، وتعطي له زكاه مالها. معلومات ممتازه. وخلي بالكوا، لانه هقول لك ليه، انا دلوقتي الزوج فرض عليه الزام ينفق على زوجته. طب ده لو كان محتاج، لكن سبيني اقولها بقى علشان طيب. الوقت الحلقه عشان دي نقطه مهمه جدا. طيب تمام. مصارف الزكاه معروفه. لو زوجها ينطبق عليه مصارف الزكاه وهي غنيه ما تصرفش مالها، تديله صدقه يعني تديله زكاه مالها. يعني يكون محتاج تنطبق عليه. تنطبق عليه يعني يكون محتاج. قولي لي بالعربي. لا يعني انا عندي شروط للزكاه. فانا لو عندي شروط وهو زوجي عليه المواصفات دي. طيب هو تمام. من الفقراء او المساكين او الغارمين او كذا او كذا اللي هم الثمان مصارف. لو هو من الثمان مصارف وانا غنيه مش مدي له بقى الفلوسي، لا اعطيه من زكاه مالي. وده حديث النبي صلى الله عليه وسلم راحت سالته رغم ان الزكاه اللي هتديها له من مالها هو هينفقها في النهايه عليها. يعني هي راجع لها دينا جميل قوي. لان هي في النهايه مش مطالبه، لكن العكس لو هو زكاه ماله ما يديها لهاش. لان هي كده كده مطالبه منه، فكده كده بيديها لجيبه بقى، بيديها لنفسه. ما ينفعش بيديها لنفسه. ايوه. فهنا الامر يختلف. تمام. يجوز بقى يدي زكاه ماله مثلا لاخوه مثلا، يجوز لانه مش مطالب. يعني بتطلعي بند المال لكل اللي انت مش مطالبه بيهم اصلا. أيوة. لكن لو مطالبه منه ما ينفعش، انت هتضحكي على نفسك بقى. كده كده انت المفروض ملزم بيه من مالك. تمام. مش من زكاه مالك. تمام. طيب نشوف بقى سؤال الحلقه النهارده. بمناسبه بقى احنا سالنا سؤال امبارح فانا ربطته النهارده عشان تكمل لكم الحدوته كامله كده. تزوجها النبي بامر الله ماريا القبطيه، صفيه بنت حيي، زينب بنت جحش. ترسل برضو الاجابات مجمعه. الاجابات هتكون مجمعه ان شاء الله 30 اجابه صحيحه في نهايه الشهر. الاسم ثلاثي، الايميل، الرقم التليفون. رقم التليفون. تمام ان شاء الله. ميرسي جدا على المعلومات القيمه دي، كل مره بناخد معاك معلومات جميله. يا رب بصراحه يا رب. يا رب. وحاجات صغيره بس بتحل لنا مشاكل. ربنا يرزقنا الاخلاص يا رب. ربنا يخليك يا رب. ميرسي جدا، نورتينا. الف شكر لحضرتك. شكرا لحسن استماعكم، هنستناكم بكره في نفس الميعاد ان شاء الله الساعه 2 والاعاده الساعه 3 فجرا، وموضوع جديد وعنوان جديد ان شاء الله. السلام عليكم.